له حضور في ذاكرة المتلقين. امتدت تجربته في عالم الشعر أكثر من 15 سنة. سعود أنا أشك في كلامك، ترى هذه فيها أصلاً إهانة للشاعر، وخاصة أنك بعد يتيم. نهائياً الكلام هذا ما أجيزه نهائياً. فأنت تستغل مشاكل الناس حتى تكتب حتى تشتهر. إذا ابن جدلان ضرب بيده في النار أضرب بيدي في النار. أنت صاير نفسية ليش؟ يعني يجيك شاعر ما له تاريخ يغلط على قبيلة عريقة. الإشحاذة والتسول بالشعر هل تؤيده؟ إنك تمدح إنسان يا أخي ما يستحق المدح حرمه. هل أنت شاعر مشاكس تعتقد ولا؟